شكرنا ولله الحمد والمنة. ما يتعلق بالقسم السابع على ما قسمنا أعمال القلوب، ثم المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وقد تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يعرفون توحيد الأسماء والصفات لأنه إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه، أي في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في أن إثبات الأسماء والصفات يتوقف فيه على ما ورد في الكتاب والسنة. لا يمكن أن نثبت اسم من أسماء الله إلا على ما ورد في الكتاب والسنة، وذلك بأن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي كل ما نفى الله سبحانه وتعالى لنفسه أو نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذا طريقة السنة والجماعة هي إثبات كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في الكتاب والسنة فقط. وكذلك أن ننفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. وما ربك بظلام للعبيد ولم يكن له كفوا احد مثلا. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ما كان. لماذا ندرس هذا الباب، اي باب توحيد الاسماء والصفات؟ حتى لا نقع فيما وقعت فيه فرق الضالين، ولأن هذا فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وأشرف العلوم تعرف على الله، حتى ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وغيرها. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى عقد أطول فصل في هذا الكتاب، أطول قسم في هذا الكتاب على ما قسم. اصطلح أن نسمي هذا القسم المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. ركز المؤلف رحمه الله أكثر من ذكر كفر النعمة وكذلك أشياء من أنواع الشرك الأصغر. النعمة تقدم معنا أن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى ماذا؟ من يعرف؟ أخذنا من أمس أن النعمة ابتلاء وتحتاج نعم إلى شكر فقط فقط ما نعلم. وبعد أن تأتي النعمة تقوم
بشكر المنعم المتفضل، وتذلل لسانك بهذا. وقل ابن عبادي الشكور، ولئن شكرتم لأزيدنكم إنه كان عبدا شكورا ليبلغني أأشكر أم أكفر. شاكر للعمر حظى عليه. وركز كذلك المؤلف رحمه الله تعالى على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر خفي. من يذكر لي أمثلة على الشرك الأصغر؟ أخوان، أمثلة على الشرك الأصغر؟ نعم، الرياء سماه النبي عليه الصلاة والسلام شرك أصغر، وقد يصل الشرك الأكبر. نعم، الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر، قد يصل إلى الأكبر. قول ما شاء الله وشئت شرك أصغر. لو قال لك إنسان، قال لك هذه اللفظة ما شاء الله شئت، ماذا تقول؟ قال لك إنسان ما شاء الله شئت، ماذا تقول؟ يا اخوانا، لو قال لك انسان ما شاء الله شئت، ماذا تصنع؟ تقول له بارك الله فيك، احسنت؟ هكذا يكون تعظيم العلماء والسلف، صح؟ قلنا ما يصح. لو قال له هذا فهو طاغوت، ماذا تقول له؟ اجعلت لله ندا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما ينبغي أن يقول من قيل لهم ما شاء الله وشئت. أجعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده. مفهوم؟ وإذا قال له بارك الله فيك وأحسنت، طغوت. من عبد وهو راض. يا اخوانا، في عندنا اشياء معتقدها في السنه والجماعه ما يمكن ان تتغير، اجمعت عليها الامه. مثال ما ذكرنا لكم بالامس، هل يمكن ان ينزل الوحي على احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن. يوشك بعض الناس يتخيل انه قد ينزل عليه جبريل بالوحي، ممكن؟ إن نفسا من ترى الله حتى تموت، صحيح؟ رؤية المؤمن لربه يوم القيامة في الجنة على ما شاء، نسأل الله من فضله. أول خلق الإنسان قل في إنسان عاقل يقول أن أول خلق الإنسان قل، هذا قل أصلا. أول خلق الإنسان آدم، وآدم من تراب. لو يأتي من يأتي بمليون نظرية مثلا يتغير عندك شيء؟ لا، سبحان الله، تصدقها ولا تكذب. ما جاء في الكتاب والسنة أجمعت عليه الأمة، أول خلق الإنسان آدم عليه السلام، وآدم من تراب. وهذا كذاب يقول أول خلق الإنسان قل، سبحان الله. كان يصلي في بيته وليس هناك أحد في بيته، وهو يصلي وإذا بنور يأتي من جهة القبلة ويقرأ النور حتى رأى شيء على عرش، فقال له: أي عبدي فلان؟ سماه باسمه. ماذا تصنع لو حصل لك هذا؟ خرج له نور ومشى على العرش، قال: أي عبدي فلان؟ إني أنا ربك. فبصق في وجهه، قال: اخسأ عدو الله. هذا الموحد، إن نفسا لن ترى الله حتى تموت. هذا موحد إخوان، عنده أمور لا يمكن تتغير عنها.
نسمع أحيانا بعض الناس يقول اكتشف هؤلاء كذا وكذا، وقد توصل العلماء إلى أن أول خلق الإنسان قد، سبحان الله. طيب
الذهب كثيرة كانت في الجاهلية، وباقي عندنا اليوم شيء منها، نسأل الله السلامة عليكم. هل يصح الحلف بغير الله؟ يحلف، هل يحلف يصح الحلف بغير الله؟ من يعلم؟ سبحان الله. فقط والبقية سوداء تقريبا ما يصح. استغفر الله. اي اخر وماذا قلنا؟ لا. هل يصح الحلف بغير الله؟ هل يصح الحلف بغير الله؟ نعم؟ لا يجوز. يا رجل الحلف بغير الله لا يجوز. اتق الله. خطأ، شرك أصغر. لا يصح أن تقول لا يجوز فقط، تقول شرك أصغر. وقد يصل الشرك أكبر. طيب هل يصح الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ بتربة جده. ها؟ شيبة الجد. نعم؟ برأس أمه. ما يصح؟ بالأمانة يا حسن. احلف بالأمانة. أنت تسمع بعض الناس اليوم يعني تذكر لا شك يقول أمانة، يعني إيش؟ يعني حلف بالأمانة يا صح. يا أخي لا تقول لا يصح، هذا شرك. شرك وتسكت خطأ. شرك أصغر. نعم جيدا. إذا لا يصح الحلف إلا حتى لو قال لك أمانة كأنه يحلفك بالأمانة، صح؟ إذا يحلف بالله وبأسمائه وبصفاته، صح؟ إذا أراد أن يحلف لا يحلف إلا بالله. طيب إذا حلف لك إنسان بالله تصدق أو لا؟ يا رجل حلف لك بالله تصدق أم لا؟ نعم تصدق. لماذا؟ لأنه حلف لك وأقسم لك بعظيم وهو الله، تصدق أم لا؟ طيب حلف لك بغير الله صادقا، صادقا ما حكم هذا؟ يا أخي صادقا. لا صادق هو قال والله حلف بغير الله أن الشمس لم تغرب، تصدق أم لا؟ سبحان الله ما حكم هذا؟ شرك أصغر. حلف لك بغير الله كاذبا. نعم ما حكم الحلف بغير الله كاذبا؟ صادقا. حلف لك بالله كاذب كبير. نعم حلف لك بالله صادق تصدق. اي نعم لا تتكلم اجلس. يا اخوانا مسألة مهمة جدا، حلف بغير الله، حلف بالأمانة. سرق السمك وأكل السمك كامل وبقي الرأس والذين والشوك، فجاءوا إليه
وكيف تسرق؟ حلف بالله أنه لم يسرق السمك ولم يأكله. قالوا لا. لا. احلف بالتيجان. قال لا. أنا ما احلف بالتيجان. هذا الشرك أكبر وأصغر. أكبر. لأنه يعظم ويخاف أن يحلف بالتيجان. أشد من خوف أن يحلف. يعني احلف بالله كاذب يعني اشكال. هذا أكبر. قالوا تحلف بالتيجان ولا بد. فحلف بالتيجان فخرجت السمكة من فيه. كذب كذب لا شك لا شك. نعم هذا قصة كذب مئة من اعتبر أن الشيطان لبس عليه ورأى السمكة تخرج من فيه. ما هذا؟ يحدث الآن أشياء للدجال صح نسأل الله السلامة عنه. هل معناه أن هذا رد؟ أعوذ بالله ما يمكن. وهذا لو نصدق هذا القصة القصة كأننا نقول أن رحمة الحياة الدجال أكثر من حلف بالله. أخوان مسألة عظيمة جدا. قد يصل الحلف بغير الله إلى الشرك. الشرك الأكبر أمر خطير. وبعض الناس قال لا برأس فلان برأس كذا برأس الأم بشيبة الأم بشيبة بتربة تربة القبور صحيح موجود هذا موجود. طيب مسألة من أهم المسائل الاستهزاء بالدين سب الرب سب النبي صلى الله عليه وسلم. الكفر كفران كفر إعراض لا يدخل في الدين مثل ما حدث من أبي طالب سب الدين حارب لا لم يدخل في الدين هذا كفر إعراض. كفر المعارضة أن يسب ويشتم مثل ما حدث من أبي جهل. طيب الذي يستهزئ بالدين يسب الرب يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر كفر معارضة. هذا مثل ما حدث من أبي جهل. من استهزأ بالصلاة ولو نافل بآيات الله الشرعية أو الكونية سب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام سب الرب هذا كفر أكبر. وبعض الناس يدافع عن هذا الذي يسب والله عجب فهذا يسب. قال مسكين هذا ما يعرف انه سب ربكم ما يعرف في مسلم لا يعرف انه سب الرب كفر اذا ما يعرف الاسلام. قل أبالله واياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعدهم. اذا كان لا يعرف ان سب الرب كفر اذا ما يعرف صح؟ وبعض الناس يقول يا أخي هذا غضبان وإذا غضب يسب. سبحان الله لماذا عندما يغضب ما يسب العشيرة أو القبيلة أو والده؟ لماذا؟ لماذا عندما يغضب في بعض الدول أنت تعرف والله لا يتجرأ أن يسب شرطي يعني هو ما يسب الرئيس أصلا ما يمكن لكن يسب الرب ولا إشكال ولا وخاف أن يسب شرطي صحيح؟ بالله هل سمعت واحد من أهل الكتاب
يوسف نبي من أنبيائه، ما تجد هذا، وتجد هذا ممن يدعي الإسلام بل يسب الصغير قبل الكبير ويأتي بعض يدافع عن هؤلاء. قال يا أخي غضبان جاهل، لا يقول لك هو ما يقصد. نعم قال لا ما يقصد سب الرب. يا أخي يسب، قال لا ما يقصد. طب لماذا لو سب والدك تقول له ماذا تقصد؟ تقصد والدي أو تضرب لعله؟ صح ولا؟ يا أخوانا مسألة عظيمة جدا، ما يمكن أن يعني نقف عند هذه المسألة ولا نبينها للناس ولا نحذر هؤلاء. هذا كفر أكبر. خرج الناس وكتب، بعضهم خرج في مسيرات للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سب من بعض الدول. المهم خرج، عندما خرج ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يسب الرب في الخروج. بالله من أولى بالإنكار عليه؟ وهذا يسب الرب. ما بقي أن تسخر وتلعب وتستهزئ إلا بالكتاب والسنة وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عليهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت أيقاظ القلوب وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المستهزئ يكفر كفر أكبر كفر من الملة. وتقبل توبته بشروط ثلاثة: أن يصدق في توبته، يكون صادق. كيف تعلم أنه صادق؟ يتغير حاله بعد التوبة، الاستقامة وكذا والاستغفار، ويأتي بالأعمال الصالحة. أن يثني على الله سبحانه وتعالى. الرابع أن يتبرأ مما قال. إخواننا هذه مسألة عظيمة جدا. أنت لا تنتظر حتى تسمع السب، لا بد أن تعلم الناس، تنشر فتوى هيئة كبار العلماء. الذي يسمع السب والاستهزاء، يسمع السب والاستهزاء، إما أن ينكر أو ينصرف. إذا بقي حكم السب المستهزئ، يعني إذا سمعت السب إما أن تنكر أو تخرج من المجلس. إذا بقيت دون إنكار أنت والمستهزئ سواء في الحكم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثله. هذا مسألة عظيمة جدا. فلا بد أن نبحث عنهم، تعلم، تنشر الفتوى، تحذر، لا تجلس مجالس التي تعرف أن فيها سب وكذب. نعم. طيب هذا مسألة عظيمة خطيرة جدا، وأنت تعرف أكثر مني أن البعض يعني يسب في كل وقت، يسب الصغير قبل الكبير ولا يحصل، لكن ما أحد
يسب الرئيس ولا يسب العشيرة ولا القبيلة. نعم، والبعض محامي دفاع عن هؤلاء، والبعض يضحك يسمع السب يضحك كأنه شيء لم يقع. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية يا رب. أيضا مسألة مهمة نبه عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، عندما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، وهو بحق سيد ولد آدم. المسألة المهمة هنا التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله أنهم كانوا في الجاهلية يسموا الأصنام بماذا؟ بالآلهة. ما معنى الإله عندهم؟ يعني الذي يخلق ويرزق؟ لا، أقروا بتوحيد الربوبية. سموا الآلهة آلهة، أي تخلق وترزق؟ لا، أجعل الآلهة إله واحد. ما معنى الإله هنا؟ الإله هو الذي يقصد عند الحوائج. إذا ما معنى الإله عند الكفار الذي أبعد منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى؟ ما معنى؟ الإله عند الكفار الذين بعث من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخلق ويرزق، صح؟ خطأ، هو الذي يقصد عند الحوائج. اجلس. اليوم لفظة سيد، السيد البدوي، تجاني، السيدة زينب، كذا، يقصد بهذا أي الذي يقصد عند الحوائج. هذا سيد اليوم هو الإله عند أهل الجاهلية. نعم، فلا يصح أن تقول السيد البدوي السيد كذا، لا، يعني مع إذا قلت السيد كأنك تقول هذا الذي يقصد عند الحوائج. طيب ماذا تصنع؟ ايش تقول؟ ما تقول شيء، ترتاح، تحافظ على التوحيد. او قال انا اريد اقول لسائق التاكسي اذهب الى مكان كذا، ما يصح تقول. بعدها قال انا ما اقول سي، اقول سي، سي هي سي في فرق، او سيتي. يا أخي حافظ على التوحيد ولا تنطق بالشرك أصلا. نعم، وبعضهم قال لا يصح، الصحابة سالوا. نعم، لكن هنا الآن هنا يقصد به الذي يقصد عند الحاجة، تعرف أنهم عظم هؤلاء يدعون من دون الله ويذبحوا لهم. نعم، مثل ما كان يصنع أهل الجاهلية في الآن. إذا ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيد، ما يقول؟ تعرف؟ يقول السيد الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك ذكرنا مسألة مهمة جدا وهي كفر النعم.
وقليل من عبادي الشكور. إنه كان عبدا شكورا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. تذلل لسانك بشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. وأن كل ما بك من نعمة فهي ابتلاء تحتاج إلى تعلق بالله قبل أن تأتي، وإلى شكر بالقلب واللسان والجوارح بعد أن تأتي. كذلك لا يقول السلام على الله. لماذا؟ إن الله هو السلام. ماذا يقول؟ يقول التحيات لله والصلوات والطيبات. هل يصح؟ اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني إن شئت. الله يهديك إن شاء الله. الله يهديك إن شاء. لا. ماذا أقول؟ اللهم اغفر لي وارحمني. الله يهديك. صح. أي نعم. هل يصح أن يقول فلان قاضي القضاة ملك الملوك حاكم الحكام سواء كان باللغة العربية أو بالفرنسية أو بالفارسية مثلا لو قال شاهان شاه يصح؟ يصح؟ القاضي على كل قاضي من؟ الله سبحانه وتعالى. ما يصح؟ إذا هذا القسم ذكر فيه المؤلف المناهي اللفظية والحفاظ الشركية وبعض الشركية، ومنها كذلك يعني بعض الأسماء، أسماء الناس، هل يصح أن يعبد الولد لغير الله؟ عبد شمس، عبد الكعبة، عبد المطلب غيره؟ لا، التعبيد ما يكون الا لمن؟ عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الرحيم، عبد الوهاب، وهكذا. من حق الولد على الوالد ان يختار له اسم حسن. صح؟ الاشكال في هذه الايام انه يختار للولد اسم على السلم الموسيقي أو اسم قريب من أسماء الكفار حتى يقول إنه لا يعني يظن هؤلاء إنه اسم يعني منهم. الله صحيح. صح. أي نعم. كذلك أسماء البنات يسمى البنت سهام. يا أخي لو سهم واحد سهام كثير. جاء رجل للشيخ بن باز رحمه الله وسأل عن اسمه، قال غازي، قال في سبيل الله، ممكن غازي يعني سائل. اي نعم. اذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بعض الصحابه رضي الله عنهم، فاذا كان الاسم هو في الأصل اسم أسماء كفار، ماذا يصنع؟ يغير هذا الاسم، تعبيد لغير الله، يغير هذا الاسم، مفهوم؟ أي نعم. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد باب أخير ختم به كتاب التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد. ختم بباب وما قدر الله حق قدره. كان يقول لك احذر
من قبح الشرك وأن الكافر المشرك لم يعظم الله. وأنت موحد لابد أن تعظم الله. بماذا؟ بالتوحيد وما قدر الله حق قدره. وأنت موحد تعظم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. أو صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.